بيان سور كاين البيرسوناج الثاني اللي هو زوليما، اللي هو العكس ديال ماكارينا. زوليما من البداية ديال السيري تنشوفوها باللي هي قبيحة، ما تتفاهمش، وفي نفس الوقت كل شيء تخاف منها. واحد البيرسوناج اللي ميمكنش تكون عنده ولو ذرة ديال التعاطف. يعني من البداية تنحطو هذيك البيرسوناج في واحد البلاصة ديال الميشون. واللي زوين في هاد السيري هو انه مع الوقت، مع لي زيبيزود بزاف و سيزون ورا سيزون، تنكتشفوا ان هاد زوليمة هادي حتى هي ماشي انسانة خايبة، ولكن بحال الا تحطات في واحد الموقف ولا في مواقف بزاف اللي خلوها تكون بحال هكداك. يعني ماشي هي اللي اختارت هذيك الطريق، مي هذيك الطريق هي اللي اختارتها باش تكون بهذيك الطريقة بكيفاش تتعامل وبهذوك لي ديسيزيون اللي كتاخد. دونك من البداية ديال السيري تنشوفوها انها واش هاد البيرسوناج هذا شرير وما تيتفاهمش. دونك تنشوفو في الاخر ديال لا سيري ان هادشي غير تبدل. اوليو كنا تنشوفو زوليما في واحد ليماج اللي هي خايبة وقبيحة، ولينا تنشوفوها في واحد ليماج زوينة اللي تتقدر تساعد او لا تنقذ، او لا العكس ديال هذاك الشيء اللي شفنا في الاول. ماشي حيتاش هي تبدلات، ولكن بحال الا اكتشفنا فيها هذاك لو كوتي الزوين اللي هي كانت كتخبيه من البداية ديال المسلسل.